مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق ديال الأم حياة التي استفاضت غضبا في المحكمة، مجموعة من الأمور غادي نشوفوها معها، وكذلك لتنوي الرأي العام أكثر ولتبيان الحقيقة غادي نشرح مجموعة من الأمور في الأخير. تبعوا معايا. الأم حياة اليوم الله اللي عن بيك، وانت كتعتبري ام، كيف ما كان الحال؟ كيف شفتي الاطوار ديال اليوم؟ السلام عليكم. اليوم كيف قلت قبيله، فاش كنت مقلقه دابا راني بردت شويه الحمد لله. اولا ما كنتش فاهمه، على ان ما كنتش فاهمه واحد البروسيدور كيديرها القانون على اننا خصنا يبداو بالمعتقلين وعاد نشوفوا الطرف الاخر، ما كنتش عارفها. انا ظنيت على اننا مادام استدعونا ومادام قالوا لنا عاد تجيو نهار فلان فلاني، يعني جلسه راه حنا غادي انت تقول انا نقول ونتناقشوا الى اخره، ما نويش حنا غادي نجيو ونستنزفوا القوى ديالنا باش نجيو نجلسوا قبل نسمعوا شي حاجه كنفهموها، شي حاجه ما كنفهموهاش، شي حاجه كيقبلها العقل، شي حاجه ما تيقبلهاش العقل. بحال داك شي طلقه، شي برنامج بصراحه، شي برنامج ما لاتش عليك، يعني عييت ما نسمع الدفاع الاول، الدفاع الثاني، الدفاع الثالث، الدفاع الرابع. ايوا بزاف كنقولها انا وكنهز صبعي باش نعطي الكلمه ديالي، انا نقول غير نتنفس ما، حيت انا ما كنتش عارفه بلي هذا القانون هكا غيكون، حيت انا حنا كنا سبقنا في القسم كنعرفوا الصبور والطباشير، تنقريو التلامذ، كيجوا عندنا متدربين كنعطيهم حق التدخل، كيدخلوا تيقريو حتى هما شويه يعني كنعطيهم داك اما باش غير يجي يحضر يبقى يسمع 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 ما يبقاش يشوف تافيك انت هكذا. انا فهمت على اي حال، ما تربست. هي اللي بغيت نقول لك على ان راه زعما كانت عندي رغبه باش نرد على شي حوايج اللي هما مهمين، اللي عند بالي غادي السيد القاضي غادي يستمع ليه وغادي زعما يدير بهم ولا غادي ياخذهم عين الاعتبار. كذلك ومثال السيده المحاميه حقيقه بحال جانا واحد النوع من الملل، ما داروش واحد لامبيونس في الجلسه. يعني شنو هي الجلسه؟ هي انت تقول وانا نقول، شويه انت وشويه انت، اما اربعه بيهم كل واحد يشد الساعه الاربع ساعه الى اخره، بزاف هكذا. انا فهمت على اي حال هادشي اللي كاين. المساله اللي كانت كتطرح بقوه وقلتي انت في فيديو، وقلتي انا ما عنديش الحق في ولدي، وانتم درتوا الاجراءات القانونيه، يعني الصفه الحمد لله كاينه دابا، الجواب ديالك فين الصفه؟ قال لك حنا ما عنديش الصفه، الوغ كو قاضي التحقيق راه عطاني الصفه، راه كيتكلم عليا بصفتي مطالبه بالحق المدني، كيفاش انا ما عنديش الصفه؟ بون الصفه الا كان هي باش نديرو التمويت وباش الحق الموتى والوراثه وداك الشيء راه ماشي مشكل، انما انا بغيت نطلب الكلمه انسانيا من السيد القاضي، هي باش نقول شي حوايج اللي ينوروا هذاك الناس اللي كانوا كاينين تمايا سيتو. وبالنسبه لهذا الظلم اللي حسيت به ولا هذا الحيف جاني هكا، راه تراكمات قديمه وساده، وانت بغيتي تخرجي بزاف. انا سيدي كنبقى ام الام الوحيده، شتي الام ديال داك المشتبه فيهم الا كذبت تجي معاها من حقها زعما ما يلوم احد. كذلك هو مثال انا ام، الام لا تلام، فهمتيني؟ اذا وزيدوا لما واخا تعصبت راه الحمد لله في حدود، ما كاينش حاجه اللي هي خارجه القانون ولا عادي. بالنسبه للحاجه اللي كنأكد عليها، هو علاش عمري انا هذه ما شفتها؟ ما هو ملف سياسي؟ ما هو شي حاجه اللي هي وازنه في البلاد زعما نقولوا شي حاجه اللي غادي تمس تهز بالبلاد؟ كيفاش هاد السيده هذه تجي هاد السيده المحاميه ديالي يحرموها من حق التدخل او حق الخروج الاعلامي؟ والراي العام ما تنساش على انه تبنى واحد القضيه وكيستنى مجبرين باش نعطيوه للجديد. انت ما دبنا قحمناه في لافيغ ديالنا راه كيتسنى حتى هو، كيتسناني انا نهضر، كيتسنى المحاميه تهضر الى اخره، ما عطاوش هذا الحق، فاذا به مثلا قال لك يعطيو للطرف الاخر حقه من هيئه واحده اخرى بامبورت. انما هذا الحق اللي حرمونا او حرموا السيده منه، هذا ملي كتبغي تبحث فيه وتعمق فيه كتصابوا سابقه في القانون ديال 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 الجلسات وديال تهامي بناني. شكون هو تهامي بناني؟ مواطن تنظم له حقه
وتهضم حق عائله كامله، والعائله كامله متشبته بالحق ديال ولدها. اذا هاد السيده الا ما هضرتش الراي العام شغادي يعرف؟ الا ما هضرتش بالقانون انا ما يمكنليش نهضر بالقانون، الوغ هي توصل المسائل بالقانون. انما انا كيبان لي انه هاد القضيه دو راها حتى وصلت السكين العظم، بصريح العباره السكين وصلت للعظم. نعم ان شاء الله الجلسه المقبله استاذ. ايوا الجلسه المقبله الا كنت غادي نجي غب هكذا نكتب داري ما عندي لاش. ما الا غادي نجي انا جايه نجيب نلبس تقشيطه ونجي نجلس، ما صافي ما عندي ما ندير. لتنوي الراي العام اكثر استاذه، انا غادي نشرح مجموعه من الامور في القانون ونخلي لك انت الحق التعقيب في الاخير. صافي مشاهدينا الكرام، لتنوي الراي العام اكثر في الموضوع كما قلت في السابق لتبيان الحقيقه اكثر، هذا ملف جنائي. اولا السيد الرئيس مشكور مره اخرى على سعه الصدر ديالو، الجلسه اليوم ملف جاهز كتنطلق بطبيعه الحال في الاطار الاول اللي هو الدفعات الشكليه. الدفعات الشكليه فيها مرافعات، ملف جنائي، الساده المحامون اللي هما كينوبوا بطبيعه الحال المعتقلين، كل محامي خدا وقت كافي، سواء الاستاذ السناوي وكذلك الاستاذ كروت وكذلك الاستاذ حسون. مشاهدينا الكرام، الدفعات الشكليه تناقش بطريقة سلسة وفيها واحد الامتداد، يعني كتاخذ وقت. هذه الخطوة الأولى. السيد الرئيس اليوم وقفوا قدامه المتهمين، وحنا عينا وكنا في الجلسة بطبيعة الحال، وهذا هو الهدف ديالنا أننا نور الرأي العام بالحقيقة كما يجب. وكذلك الأم حياة هي كانت معنا في الجلسة وعلى اطلاع بهذ الأمور. السيد الرئيس الخطوات الأولى هو الهوية ديال المتهمين، تكلم معاهم في اسم ديالو العنوان وامور اخرى. هنا بدات المرافعة ديال الدفاع ديال المعتقلين. كما قلت في السابق وكما شفتوا معايا في الفيديو والحوار اللي درجت مع الاستاذ كروت، حوالي استاذ كروت بوحدو حوالي ساعتين ويناقش الملف. ملف جنائي تيطلب وقت وتيطلب اطوار طويلة في الجلسات، لأنه ملف ليس ملف عادي. هذه المسألة الأولى. هذه المسألة هذه في المرحلة الثانية ملي كيكملوا بطبيعة الحال الدفعات الشكلية ديال الدفاع المعتقلين، غادي تعطى الكلمة الأستاذ زين خيار اللي هي كتنوب على الأم وعلى تامي بناني، لها متسع من الوقت والسيد الرئيس كيعطيها الحق ديالها بطبيعة الحال. من هنا كتنطلق أمور أخرى للسيد الرئيس له منهجيته بطبيعة الحال وفق ما يخول له القانون. الملاحظة الأولى أنه أستاذة زينب طالبات بحضور جميع الأطراف اللي هي مذكورة أو أسماء ديالهم كاينة في الملف. اللي غريب أولا هو عدم حضور الشاهدة اللي كيطلبها القضاء اللي حضرت في الجلسة الفارطة، وهذه الجلسة ما حضرتش. السيد الرئيس تقدم قدامه من ينوب عنها وشرح لي بانه ظروفها المرضيه كان هذا هو السبب. هنا من بعد الدفعات الشكليه ومن بعد المرافعات ديال الدفاع ديال المعتقلين ثم الدفاع ديال تامي بناني، السيد الرئيس كيدخل في مرحله اخرى. والصلاحيه اللي البحث في حيثيات الملف بدقه، من بعد كتكون مرافعه النيابه العامه وكتكون المرافعه ديال الاطراف كاملين، ثم القرار في الاخير بيد القضاء. مشاهدينا الكرام، الهدف الاسمى في الموضوع هو نوضح للناس طريقه الجلسات كيفاش كتكون في الملفات الجنائيه. والام هي معذوره لانه والله اللي عندها تراكمات 2007 كتجمعها كامله، واليوم تنتظره سنين طوال من اجل ان تبوح ان تستفيد مع السيد الرئيس بحقائق بامور، تتكلم كأم، تتكلم ك أم التي لها أدلة في الموضوع. هذا كيبقى حقها. حاولنا ما أمكن أننا نشرح النقط بشكل مختصر حتى لا يكون في هذه الخرجة اللي خرجت الأم ناخذها بحساسية أو بأنك تعطي أمور مغلوطة. هي أم تتكلم عن الملل على الأم أخرى، ولكن الناس المغاربة بطبيعة الحال فيهم الناس ديال القانون ملمين بالقانون، يعلمون جيدا طريقة الجلسات في الملفات الجنائية. إلا عندك شي ملاحظة الأم حياتي أنا معاك، أنت الأولى تفضلي.
هو السؤال أو التساؤل اللي كنطرح دائما، واللي هو بيت القصيد. هذا الولد الله يرحمه مات، وحنا عرفناه كيفاش مات، وعارفين شنو وقع، عارفين، عارفه انا مؤخرا، وعارفين هما من منذ زمان. المهم بعد القاسم مشترك بيننا، حنا عارفين غير هما كيحاولوا يدرقوا الشمس بالغربال، وانا كنلح على ديك الحقيقه اللي يلا عاد عرفتها. شنو هي هذه الحقيقه؟ هو انه النهار اللي تصابت الجثه، نهار اللي تصابت الجثه وجا الدرك الملكي وعينها، وعينها بصور فوتوغرافيه، وعينها بالقرص بفيديو، وعينها بالتحرير، هادو كلهم كانوا نهار 3/4/2007، وتحالوا على قاضي، على الوكيل العام بيان سور، لان الدرك الملكي غادي يحيل على الوكيل، السيد وكيل العام، وكيل الوكيل العام اللي هو بدوره حالها على قاضي التحقيق. هادشي كله خدام، وحنا معيطين لينا باش يجي راجلي الله يرحمه يعطيهم شي، زعما شي معلومات اللي هما تيقولوا راجلي مشى بوحدو. عيطوا لنا ومشينا، مشيت انا وراجلي. وداك الساعه الولد تهامي الله يرحمه راه محروق، راه مقشر، راه مهنطر، راه مقطع، راه مفصل، راه اللي وقع به، راه مغتصب، راه كل شيء. ولكن حنا عاد غنبداو التحريات مع الاب، ونعيطوا نعيطوا نستمعوا للقصير، ونستمعوا لاخو اللي موراه النهار اللي موراه، ونستمعوا لاخو اللي النهار اللي موراه، وهي لافيغ ديال تامي راه تهضمات وتجمعات وتطوات وكل شيء تخدم فيها. هادشي في 2007، ودابا حنا في 2022. اذا هاد المعاينه اللي حنا كنسميوه محضر المعاينه، وحتى القرص اللي هو داخل في محضر المعاينه والصور، راه داروا تحقيقات، وداك التحقيقات راها كاينه وتحفظت في المحمديه اللي دابا انا كنسمع قبيله في الجلسه، كنسمع الدفاع تيقول لك راه ما كاينش داكشي، كان زمان. ولا كان زمان، واخا هو كان زمان يحضر دابا، حتى حنا كنعالجوا قضيه ديال زمان اللي عاد بان دابا. يا غير كانت الحاجه زمان صافي غادي نقتلوها ونحيوها ونساليوها العمر، لا، هذاك التحقيق راه كاين، وداك التحقيق راه معاه قرص، ماشي القرص اللي مفرغ في التحقيق، لا، التحقيق هذاك بوحدو مكتوب والقرص كيتشاف. إذن القرص خصو يكون مع التحقيق، والتحقيقات تكون مع القرص، ماشي نشوفوا كل حاجه بوحدها او ما نشوفوا حتى وحده فيهم. علاش هادشي؟ حنا هاد الولد مشى، ما نديروا خبره على الهواتف باش نحقوا العداله، ما نجيبوا قرص باش نحقوا العداله، ما نشوفوا تحقيقات اللي صوبتها اللي تقامت باش نحقوا العداله. هادشي كله ما يكونش، شنو زعما؟ زعما شنو؟ خدينا لك ولدك صحه، خدينا لك كبدتك صحه، طير موت نزل، غنتسناوك تيتسال لك الجهد. لا، ان شاء الله غادي. انا قلت لك هاد التصرفات اللي تصرفوا ديال النقابه تجي وما تخليش المحاميه تهضر الى اخره، هذه كلها نسكين وصلتهم للعظم. وانا كنواعد راي العام من هنا، راه والله ما غنتنازل على هذا الملف، حتى ناخذ والا تناخذ التحقيقات وناخذ القرص، والا شنو دابا؟ حنا نقتلو وندفنو ونسالو مع بنادم ونقولوا الجو تما كايناش وصافي، ونحكموا على الناس براءه ولا صراح مؤقت ولا نبط. الا كان هكذا حتى انا نمشي نقتل شي واحد صاحب دعوتي، نمشي نقتلو ونلوحو في البحر صافي، نجند الناس يمشيو يقتلو ونلوحو في البحر، وبغينا ما عنده باس. وهذه راه ماشي فوضى، هذا ماشي فوضى. استاذ حيات شكرا لك. مشاهدينا الكرام، كما قلت في السابق، رويت نوير الراي العام اكثر في الموضوع. الام حيات تناقش الملف بدقه وكذلك بالعاطفه، وهي ام لا تناقش، كما مشرع اللي هو شرف على القانون وطبيعه الحال اعطى مجموعه من الصلاحيات. الساده المحامون، اي متهم له الحق في الدفاع كيفما كان نوعية الجرم، انطلاقا من المحامي له الحق أن تكون الوصفة ملاحظ عن الضابطة القضائية، عن السيد الوكيل المالك أو الوكيل العام أو قاضي التحقيق.
وتتنطلق الدور ديالو في الجلسة العلنية في الجلسات. الأطراف اللي هي معتقلة لهم حق في الدفاع طبقا للقانون، ويبقى القرار في الأخير للقاضي. السيد القاضي الخطوات إيجابية اللي بدأ الآن على تتبع، وعطى عنوان في بداية الكلام ديالو أنه سوف يثبت المصداقية. هذه سمعناها في الجلسة اليوم. اليوم بدأت الأطوار ديال الجلسة في إطار الدفعات الشكلية ديال الدفاع ديال المعتقلين. غادي تكون غادي يكملوا طبيعة الحال، غادي تكون ديال الطرف المدني يعني زين بخيار، ثم أمور أخرى للسيد الرئيس. هو عنده منهجية الاشتغال في الإطار القانوني اللي كيخولها للقانون، البحث عن من كله صلة بالملف، وكذلك اللي مهم في الموضوع هو تنوير العدالة قبل يصدر الحكم في الأخير. مشاهدينا الكرام، الأم حياة أم لها الحق. مرحبا. واحد التدخل. جاتني واحد الفكرة، إلا كنا حنا هاد السيدة المحامية ولا هاد السيد المحامي ولا اللي كان في المحمدية في هيئة الدار البيضاء، ممنوع عليه يهضر، اللي عنده الحق يهضر في الملف، ما هي أخرى إذا أعطونا بابنا ندخلوا. فهمتني؟ أنا هذا هو الحل اللي بان لي. إذن السيدة ما خلاوهاش تهضر، لأنها عرفت شي حوايج وشي حقائق. نشوفوا محامي آخر من بلاصة أخرى، والحمد لله المحامين موجودين، اللهم لك الحمد. شكرا لك مشاهدينا الكرام. غادي نتكلموا في هذه النقطة، هي مهمة بشكل كبير. اليوم كتحضر أستاذة اللي عضوة في النقابة، كتنوب عن النقابة، اللي حاولت أنه تشرف على تنظيم ديال الجلسة بالأساتذة، وفي الأخير بطبيعة الحال تكلموا السادة الأساتذة من بينهم أستاذ كروت وأستاذ سناو وأستاذ حسون، وكانت الكلمة بشكل مختصر لأن مازال ما جاش الدور ديالها، اللي هي أستاذة زين بخيار. وهاد الأستاذة اللي كتمثل النقابة الشرفات على يكون واحد الإطار تنظيمي في الموضوع. وفي الأخير، وهذه هي النقطة اللي غادي نتحفظ بها ما أمكن، أنه كاين القرار ديال السيد النقيب منوع السادة المحامون بهيئة الدار البيضاء أنهم يتناولوا الموضوع مع الإعلام. هذه كلمة أو قرار أتحفظ منه شخصيا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، البعض غادي يسألني بأنه كان حوار وكان أستاذ اللي تكلم في الموضوع اللي هو أستاذ كروت، أستاذ كروت كتاب على هيئة الرباط، والقرار الأولي ديال المنع صدر من هيئة الدار البيضاء. حاولنا ما أمكن أننا نشوف الموضوع مع أستاذة مشكورة، أستاذة خديجة اللي كتمثل النقابة، أعطتني جواب في كلمة، قالت لي السلامة ديال الأستاذة زين بخرج هذا القرار، وكذلك ما يكونش واحد التأثير على القضاء في الملف. كما لنا زاوية أخرى، ما يهمنا في الموضوع هو ملف عدد كبير من المغاربة متبعينه، اللي كيهمنا هو تنوير الرأي العام. وهذا ملف فيه قصة، فيه أمور للعبرة، فيه ألغاز، فيه مجموعة من الأمور. مشاهدينا الكرام، السيد الرئيس له منهجية محكمة، ملف جنائي طويل بطبيعة الحال، ياخذ وقت هو على تتبع الملف، ونحن نواكب وننقل الخبر بصدق وبأمانة. غادي نشوف الكلمة الأخيرة مع الأم. إلا عندك أي إضافة تفضلي. نعم، غير بغيت نطلب من الرأي العام يسمح لي على ذاك التصرفات اللي تصرفت قبيلة، هي فيض من غيض، فهمتيني؟ ولكن وسابقا عمري ما كنت هكذا معصبة، دائما كنت حلة بالصبر وكنت حلة برزانة وكنت حلة اليوم ما ياخذوهاش مني بقلت صواب. أنا غنقول لك واحد حاجة أخرى. أنا الأول تقريبا اول حوار درجت معك استاذه حوالي شي سنتين. نعم. واستفيد منك في اللغه العربيه، وانت معلمتي، ومن علمني من علمني حرفا صرت له عبدا، وتجيدين اللغه العربيه. واخا انت خدمتي الفرنسيه العربيه دوزتي فيها واحد المرحله، عندي معلومات على الاستاذه والاقسام اللي كنتي كتقري، انت علمتينا بزاف، وحنا ننحني لهذا الخير اللي قدمتي لينا وعلمتي لينا. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا، باقي عندي سؤال جوهري في الموضوع، لان اليوم كنت طويل معكم، كنت كنطول في الحوار اكثر باش نوضح هذه المعطيات اللي قلتها استاذه في الجلسه. صحيح قلت شي حاجه ما كايناش، هذه شهاده لله. مشاهدينا الكرام، تنوير الراي العام يجب ان يكون بهذه الطريقه الصحيحه، باش ما تكونش فيه مغالطات، ما تكونش فيه فتنه. القضاء له منهجيه في اطار ملف جنائي. الام الله عز وجل اللي عن بالوضع ديالها لا تلام،
كما كانت الخرجات ديالها، لان ام عانت سنين طوال من 2007 وهي في الملف الان. في الاخير حتى لا اطيل عليكم، نحن على تتبع حيثيات القضيه وسوف نوافيكم دائما بالجديد في هذا الموضوع. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.